السلام عليكم الاصدقاء. تخيلوا معي الاصدقاء البطل ديال فيلم كاست واي اللي هو توم هانكس، تيمثل الوضع البشري، اي الشخص اللي عنده واحد الذات، واحد الهويه، واحد الحريه، واحد الاراده. لكن كما شفتوا معايا في الفيلم، واحد اللحظه قراصو تلاح في واحد الجزيره بوحده معزول، بعد ما تحطمت الطائره اللي كان فيها، وبقى هو الناجي الوحيد في واحد الجزيره. طبعا البطل بعد ما وفر الضروريات الاساسيه اللي هي انه قلب كيفاش يقدر يعيش، ياكل ويشرب وينعس، المخرج درنا واحد الشخصيه افتراضيه، هي واحد الكره، ديك الكره ضربها بيديه وترسم فيها واحد الملامح ديال واحد الوجه اللي سماها ويلسون. هاد ويلسون هذا هو اللي غادي يكون الانيس ديال البطل توم هانكس. وهاد الكره ولات عندها ملامح وعندها الشعر وعندها واحد الشخصيه، وتخلق معها واحد الحوار اللي هو افتراضي، لدرجه انه المخرج باش يبين القيمه ديال هاد الشخص الافتراضي اللي هو يا كره، انها باش ترمات في البحر وكان غادي يفقدها، قرب يموت باش ينقذها، باش ينقذ ديك الكره. هنا المخرج بينا فعلا بانه الانسان ما يقدرش يعيش بوحده، وان تجربه العزله صعيبه بزاف. هذا هو الموضوع ديالنا اليوم، وهو اهميه ديال الغير، لان هذا الوضع البشري اللي فيه الشخص اللي هو الذات اللي هضرنا عليها في مفهوم ديال الشخص، كذلك ان هذا الانسان اللي هو ذات يحتاج يعيش مع الناس. وهذا هو علاش ارسطو منذ القدم كان يقول ان الانسان حيوان اجتماعي بالطبع ديالو. اذا الاصدقاء، اخطر ما يمكن يتعرض له الانسان هو العزله اللي عاشها توم هانكس وتفرضت عليه كثير من التغيرات، لدرجه ان الملامح ديالو والطريقه الهضره ديالو ولات اقرب للوحشيه والحيوانيه. إذن هذه التجربه تاكدنا بان الغير مهم بالنسبه للانا، وانه شنو ممكن يوقع لنا الا عشنا بلا ما نكونوا مع الناس اللي هما بحالنا، وعشنا في واحد الجزيره معزولين. طبعا تقول لي واحد السؤال، شنو الهدف من هذه القصه في واحد الدرس ديال الغير اللي هو درس فلسفي؟ اول حاجه هو اننا نطرح مجموعه من التساؤلات. هل من الممكن ان نعيش كبشر بدون غير، او هل من الممكن ان نظل بشرا وان نظل اناس، يعني ناس عندنا فكر وعندنا عقل بدون ما نكونوا تنعيشوا داخل المجتمع؟ لانه بعد توفير الغذاء والنوم والراحه فاننا في حاجه الى الاخرين اي الاغيار، ولهذا يقال أن الإنسان سمي إنسانا لأنه يأنس بالغير. بهذا المعنى فإن لا شيء يعوض حضور الغير الفعلي، لأن العزلة الطويلة ممكن ترد الإنسان لحالة الطبيعة وتخليه ينقص فيه الجانب الثقافي ويولي بحاله بحال شي حيوانات. بهذا المعنى فإن الغير هو بنية مكملة للوجود ديال الشخص، كما تيقول جي دولوز، إذ في غياب الغير يفقد العالم معناه وقيمته. هنا تظهر أهمية الغير وضرورته من خلال افتراض الغياب ديالو. هاد الأرضية كانت مهمة باش نطرحوا مجموعة ديال المفارقات، لأن الدرس الفلسفي والنقاش الفلسفي أول خاصية فيه هو أنه فكر إشكالي. إذا شنو هو المشكل تطرح لنا الغير؟ المشكل تطرح لنا الغير هو أنه إذا كان هذا الغير مهما بالنسبة للوجود الإنساني، والوجود ديالو مهم بالنسبة للأنا اللي هو الشخص، لأن الطبيعة الإنسانية تدفعنا الاجتماع مع الآخرين، سواء في الشارع أو في المدرسة أو في الحياة الاجتماعية. لكن المشكلة اللي غطرحنا هو أن هذا الغير اللي هو مهم بالنسبة لنا، أنه في نفس الوقت تشكل تهديد للحرية ديالنا، تشكل تهديد الاستقلالية ديالنا، وتشكل تهديد للوجود ديالنا كدوات مستقلة. إذن هنا كاين مفارق بين أهمية الغير بالنسبة لنا، وكذلك أنه يشكل خطورة وصعوبة أننا نتعايش معه. إذن هنا تظهر مجموعة من الإشكاليات ومجموعة من المفارقات الفلسفية، لأننا نخاف منه ونحذر إقامة علاقة معه، لكننا في نفس الوقت في حاجة إليه. وهنا يمكننا نستحضروا القولة ديال الفيلسوفة جوليا كريستيفا، إن الغريب الغير يسكننا على نحو غريب، بمعنى أننا دائما نحتاج إليه ولكن بشكل غريب. هنا يمكننا نستحضروا واحد القولة ديال جي دولوز الكتاب ديالو منطق المعنى، عندما نشتكي من أذى الغير ننسى أذى آخر أكثر فظاعة منه، وهو ما يمكن أن يؤول إليه حالنا لو لم أجد هذا الغير. إذن بعد تحديد هذه المفارقات وهذه الإشكالات، أول حاجة غنعرفوها هو الغير. طبعا الغير عنده مجموعة ديال التعاريف لغوية اصطلاحية وفلسفية، والتي يهمنا هو التعريف الفلسفي. التعريف الفلسفي يقول بأن الغير هو الأنا الذي ليس إياي، أي الأنا الذي يشبهني ويختلف عني في الآن ذاته، أي أنا آخر منظور إليه ليس فقط بوصفه موضوعا، إنما بوصفه ذاتا بشرية تمتلك إرادة ووعي واستقلالية. هنا تبنى بأن الغير هو موضوع فلسفي. علاش؟ لأن فيه مجموعة ديال المفارقات، مجموعة ديال الإشكاليات اللي خصنا نجاوبوا عليها في المحاور اللي عندنا في الدروس. طبعا باش نناقشوا إشكالية الغير خصنا نتحضروا على ثلاثة المستويات، على المستوى الوجود ديالو بالنسبة للأنا، وعلى المستوى ديال المعرفة يعني واش يمكننا نعرفوه، وعلى المستوى التواصلي أو المستوى العلائق. المحور الأول وجود الغير. هذا المحور تيطرح لنا مجموعة القضايا، يعني أن هذا الوجود ديال الغير بالنسبة للوجود الذاتي اللي هو الأنا، هل هو ضروري أم غير ضروري؟
وإذا كان وجود الغير ضروري فهل يكون حضوره دائما إيجابيا أم أنه يتحول ضمن شروط معينة إلى عائق أمام تفتح الذات وترائها؟ يعني واش هذا الوجود ديال هذا الغير كيشكل عائق بالنسبة لي أنني نديفلوب ونطور كذات، أم أنه يعزز تطوري ويساهم في نمو ذاتي؟ بمعنى آخر، هل يلغي وجود الغير مفهوم الذات؟ يعني هل يشكل تهديدا فعليا لوجود الأنا؟ وهل يمكن إدراك وجود الغير باعتباره ذات منفتحة يمكن اكتشافها؟ أم أن وجود الغير ندركه من خلال نظرة الموضع، ديك النظرة اللي فيها واحد النوع ديال التشيء متبادل؟ هذا المحور الأول، غادي يكون هذا هو النقاش ديالنا فيه. كاين المستوى الثاني وهو معرفة الغير. يعني هنا غيطرحنا واحد، هل يمكننا أن نعرف الغير كما نعرف الأشياء؟ يعني هل الغير هو معطى أولي يسبق وجوده كل تأمل أم يجب الاستدلال عليه؟ هنا يمكن أن نطرح السؤال بصيغة أخرى، هل نعرف الغير كما نعرف ذواتنا؟ يعني كما تنعرف نفسي نقدر نعرف الغير، أم أن كل محاولة لمعرفة الغير كادت إلا وتنتهي بالإخفاق؟ علاش؟ لأنه مستقل عليه. هنا كاين إشكال آخر يمكن أن نطرحه، هل يمكن اقتحام عالمه ومعرفته وإدراكه؟ يعني واش هو يمكننا نعرفه ولا المعرفة دياله مستحيلة؟ سؤال آخر، هل نعرف الغير بوصفه ذاتا مشابهة لذاتي؟ يعني ذاك الاستدلال بالممثلة، أم مقاربته كموضوع قابل للدراسة؟ يعني يمكن لي ندرس الغير حتى ندرس شي ظاهرة طبيعية أو بيولوجية. ثم عندنا المحور الثالث اللي هو العلاقة مع الغير. هذا الغير اللي هو ممكنناش نعيش بلا به واللي هو مهم بالنسبة لنا، شنو هي نوعية العلاقات اللي يمكننا نقيمه معه؟ طبعا هنا يمكننا نتكلم على علاقات ذات طابع إيجابي وعلى علاقات ذات طابع سلبي. يمكننا نحولها لمجموعة من التساؤلات، نقوله هل أنا في حاجة إلى ربط العلاقة مع الغير؟ وما هي طبيعة هذه العلاقة مع الغير؟ هل هي علاقة صداقة ومحبة ومودة أم علاقة صراع وحرب و اختلاف؟ إذن أعزائي التلاميذ، كانت هذه أهم الملامح الكبرى، أهم الإشكالات الكبرى اللي غتكون موضوع ديالنا النقاش في الموضوع ديال الغير أو مفهوم الغير. إذن إلى أن ألقاكم في فيديو آخر إن شاء الله غنفصلوا فيه في كل محور وأهم القضايا دياله، أهم المواقف والتصورات اللي تكلمت عليه. إلى عندكم شي أسئلة ولا شي ملاحظات خليوها لنا في التعليقات، وأنا غنخليكم الكور ديال الغير في صندوق الوصف. نتمنى انكم هذا الفيديو يكون مفيد. اذا عندكم شي حاجه ما عجبتكمش في طريقه الالقاء ولا في طريقه الشرح، خليونا في التعليقات لانكم غتعاونونا اننا نغيروا ونساعدوا انه اكثر نحسنوا هذا المنتوج هذا. اذا الى لقاء اخر، وتبارك الله عليكم. ما تنسوش ديروا واحد سبسكرايب في القناه.